قال العميد أشرف نبيل العسال رئيس شعبة المساحة البحرية أن التفاوض حول تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بدأ منذ 2010 وليس عام 2016، وأشار إلى أنه عقدت 11 جلسة خلال 6 سنوات من التفاوض. شرعت حكومة جمهورية مصر العربية في البدء في تعيين حدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بدءا من يناير 2010 وليس في 2016. احنا بدأنا في يناير 2010 الجولة الأولى للتفاوض، وانتهت الجولة 11 في عام 2016 مارس 2016. 11 جولة تفاوض 6 سنوات.